السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. إن شاء الله الفيديو ده هنستعرض فيه عن وظائف شاغرة في شركة الطيران العماني عبر موقع الرسمي بوابة التوظيف. هتدخل على موقع شركة الطيران العماني سوف تجد العديد من الوظائف الشاغرة التي تستطيع التقديم عليها من خلال رابط الشركة. هنا بيقول لك تعلن شركة الطيران العماني عبر موقع الرسمي بوابة التوظيف عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوي فأعلى للعمل في المدينة المنورة جدة الدمام الرياض، واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقا للتفاصيل والشروط الآتية: المسمى الوظيفي، ممثل الحجوزات والتذاكر، المدينة المنورة جدة الدمام الرياض، حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم، خبرة سنتين في مجال العمل، إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، إجادة استخدام برنامج مايكروسوفت أوفيس. يبقى الوظيفة الأولى ممثل حجوزات أو التذاكر، ده في المدينة أو جدة أو الرياض أو الدمام، يكون حصل على شهادة ثانوية أو الدبلوم، خبرة سنتين في مجال العمل، إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، إجادة برامج مايكروسوفت أوفيس. ده الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية تنفيذي مبيعات في المدينة المنورة جدة الدمام الرياض، يكون حصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي صلة، وخبرة 4 سنوات في مجال العمل، وإجادة اللغة طبعا الإنجليزية تحدث وكتابة، وإجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس. ده الوظيفة الثانية تنفيذي مبيعات المدينة المنورة جدة الدمام الرياض، حصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي صلة، خبرة 4 سنوات في مجال العمل، إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة، يجيد طبعا برامج المايكروسوفت أوفيس. الوظيفة اللي بعد كده مشرف حجوزات وتذاكر المدينة المنورة وجدة والدمام والرياض، حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي صلة مع خبرة 2 سنين في مجال العمل، أو شهادة المدرسة الثانوية مع خبرة 6 سنوات في مجال العمل ذي صلة، وطبعا إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة. دي الوظيفة الثالثة مشرف الحجوزات والتذاكر المدينة المنورة الرياض جدة الدمام، يكون حصل على الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي صلة مع خبرة 2 سنين في مجال العمل، أو شهادة المدرسة الثانوية في مع خبرة 6 سنوات، يتحدث اللغة الإنجليزية تحدث بطلاقة تحدثا وكتابة، يجيد استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس. موعد التقديم بدأ من يوم الأربعاء بتاريخ 7/12/1443 الموافق بالميلادي 6/7/2022، واستمر التقديم على الوظائف حتى اكتفاء بالأعداد. طريقة التقديم: الدخول على موقع رابط الشركة شركة الطيران العماني، هذا موقع الشركة، وتقوم بالتقديم على الشركة شركة الطيران العماني. يوجد العديد من الوظائف غير التي ذكرتها، ولكن نظر لضيق الفيديو سوف أكتفي بهذه الوظائف، لكن أنت ادخل هتلاقي العديد من الوظائف. وبالتوفيق للجميع، شكرا وأتمنى لكم التوفيق.